ولكن لا يطبقون القوانين، ماكو التزام بالقانون. أعطيتك مثال قانون حماية منتوج عراقي، حماية المستهلك العراقي، السيطرة النوعية وإلى آخره، مدى تلتزم الناس. طيب. هو حاكم وهو منفذ بيده، فمشكلة هنا هي. لكن نعم نحن بحاجة إلى ترصين القوانين. كل القوانين ذات العلاقة بالشأن المالي من 2003 لحد الآن كان لها علاقة بالمزايدات. هل تعقل أنه أنا عندي 40 ضعف الصين العظمى، الصين الكبيرة اللي مليار ونص بشر مالها، أنا عندي 40 ضعف لموظفي الصين؟ نعم. عندي 12 ضعف لبريطانيا موظفين. يعني الدولة كلها تصير موظفين. فمشكلة هي أخطاء بالسياسات ومتقصدين. هذه الأخطاء من المفترض أستاذ ينادم، أنتم اليوم كسلطة تشريعية يعني مهمتكم أيضا بالإضافة إلى تشريع القوانين وعملية الرقابة على أداء الحكومات. طيب ليش ما كانت هنالك رقابة على الحكومة اللي ما تطبق هذه القوانين؟ نعم، ولكن إذا كان الماسك للسلطة بالبرلمان هو الأغلبية، إيش تقدر تسوي أنت؟ زين. صوتنا بح بالإذاعة وياك بالهل هذه، سواء مع زمن عادل سواء قبله، بس منو يسمعك؟ ودنصيح ما حد يسمعك. زين، هاي الحدود منو ماسكها؟ هم نفس الناس اللي بالبرلمان ماسكيها، نفس الكتل الكبيرة هي ماسكة الحدود. منو ماسك المنفذ؟ منو عنده مسلحين؟ أكو مستثمر بالبلد يقدر يستثمر إذا ما يمنطي أتاوات للمسلحين؟ أنا قاعد بمقر مرتين ثلاثة انباعوا، ما أدري بنفسي شنو هاي؟ جماعات مستقوية بالحكومة تبيع القاعة وانت قاعد، لا حكومة هي صاحبة العقار حكومة، وأنا بقرار مجلس الوزراء قاعد، بس يبيعوها من جوا رجليه وما أدري بيها. فمشكلة هي بالكتلة السياسية الكبيرة اللي تحكم.